لأن الدين هو أول الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها. الضروريات الخمس وأولها الدين، فيحافظ عليه ويطبق الحكم على المرتدين الخارجين عن الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل دمه، حماية للدين من التلاعب. والثاني النفس، الثاني من الضروريات النفس، ولهذا شرع الله القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فأمر بحفظ الأنفس المؤمنة، شرع القصاص لأجل حفظ الأنفس من الاعتداء. ولكم في القصاص حياة. القصاص وإن كان قتلا للجاني فإنه يسبب الحياة للناس، لأنه يمنع القتل فيأمن الناس على دمائهم. فإذا علم القاتل أو علم من يريد القتل أنه سيقتل فإنه يكف عن القتل، فينجي نفسه وينجي من هم بقتله، وبذلك تحقن الدماء وتحفظ الدماء. الثالث حفظ العقل. الثالث من الضرورات الخمس العقل. الله جل وعلا خلق هذا الإنسان وميزه عن غيره من المخلوقات بأن أعطاه العقل الذي يميز به بين الضار والنافع والطيب والخبيث والكفر والإيمان. ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله جل وعلا ميز هذا الإنسان بهذا العقل، فإذا جنى الإنسان على عقله بأن تعاطى شيئا من المسكرات أو المخدرات فإن الله أوجب إقامة الحد عليه بالجلد حفظا للعقول من أن يتلاعب بها. الرابع حفظ الأموال، لأن الناس لا بد لهم من المال الذي تقوم به مصالحهم. المال عصب الحياة كما يقولون: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فمن اعتدى على أموال الناس بالسرقة فإنها تقطع يده حتى يأمن الناس على أموالهم. قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.
فإذا قطعت يد واحدة حفظت أموال الناس وأمن الناس على أموالهم. ولذلك تجدون البلاد التي تقام فيها الحدود تجدونها آمنة مطمئنة على دينها وعلى أنفسها وعلى أموالها على أعراضها، بينما البلاد التي لا تقام فيها الحدود تسودها الفوضى والاضطراب والخوف والبهيمية كما هو معلوم. هذا حفظ الأموال. الخامس حفظ الأنساب والأعراض، حفظ الأنساب، وذلك بتحريم الزنا وإيجاب إقامة الحد على الزاني بأن يجلد 100 إذا كان ذكرا ويرجم بالحجارة حتى يموت إذا كان ثيبا، من أجل حفظ الأعراض، حفظ الأنساب عن الاختلاط، اختلاط الأنساب. فإذا أقيم الحد على الزناة فإن الأنساب تحفظ، أما إذا عطل الحد على الزناة اختلطت الأنساب فلا يدرى هذا الشخص من هو ابنه. اختلاط الأنساب لأن هذه المرأة يعتريها رجال كثيرون فلا يدرى ممن حملت، لذلك تضيع الأنساب التي جعلها الله مميزة بين الناس، يعني يعرف هذا الشخص ممن هو ويكون تترتب على ذلك الأحكام الشرعية من المحرمية ومن الميراث وغير ذلك من الأحكام الشرعية المترتبة على النسب. تعارف الناس فيما بينهم، هذا يعرف أن هذا أبوه، هذا أخوه، هذا عمه، هذا خاله، يحصل التواصل بين الناس. على حفظ الأنساب. حفظ الأعراض، وذلك بحد القذف، الذي يقذف الناس بالفاحشة فيقول فلان زاني، فلان لوطي، فلان كذا، هذا قذف والعياذ بالله، هذا يجلد، يطالب إذا قذف أحدا بالفاحشة يطالب بأن يقيم 4 شهود يشهدون على ما يقول، وإلا فإنه يجلد وتسقط عدالته ويصبح فاسقا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهذه هي الضروريات الخمس التي أمر الله بحفظها ورتب العقوبات عليها، وأولها حفظ الدين. وحفظ الدين يكون بتجنب النواقض
التي تنقض هذا الدين، وإقامة الحد على من ارتد عن دين الإسلام.